عليكم تصعيد جديد انتهجته الإدارة الأمريكية في أول خطوات ردها على حادثة البرج 22 ليلة من القصف المتواصل على مواقع محددة في العراق وسوريا. بالنسبة للعراق فالاستهداف شمل مواقع للحشد الشعبي في القائم وعكاشات غرب الأنبار قريبة من مناطق مأهولة بالسكان، راح ضحيتها 16 شهيد و25 جريح بين مدني وعنصر أمني في حصيلة قابلة للزيادة بحسب بيان الحشد اللي أشار إلى وجود مفقودين لا زالت هناك محاولة لإخراجهم من تحت الأنقاض وهذه المحاولات مستمرة. واشنطن ادعت إعلام الحكومة العراقية مسبقاً بضرباتها وهو ما نفته الحكومة وعدته تدليساً وتزييفاً للحقائق هدفه تضليل الرأي العام الدولي، مشيرة إلى أن وجود التحالف الدولي اللي خرج من المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح إلى صار سبب لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبرراً لإقحام العراق في الصراعات الإقليمية والدولية، رافضة أن تكون الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات. هذه الحادثة نتجت عنها حالة من الاستنفار على الصعيد الحكومي والسياسي. ائتلاف إدارة الدولة سيعقد يوم غد اجتماع بطلب من رئيس الوزراء لبحث التداعيات، والبرلمان أيضا على موعد مع جلسة طارئة للسبب نفسه، فيما دعت رئاسة الجمهورية في بيانها الاستنكاري إلى اجتماعات طارئة للرئاسات ورؤساء الكتل السياسية، في وقت أعلنت وزارة الخارجية العراقية عزمها استدعاء القائم بالأعمال الأمريكي وتسليم مذكرة احتجاج على العدوان. هذه التطورات من شأنها أن تضع المفاوضات العراقية الأمريكية حول إنهاء مهمة التحالف الدولي على المحك، وهو ما لمحت إليه الحكومة في بيانها. الترقب يسود المشهد حول القرارات التي سيتخذها ائتلاف إدارة الدولة يوم غد بهذا الخصوص. في هذه الأثناء تضاربت الأنباء حول مشاركة الأردن في العدوان، كما تداولت الصحف الأمريكية ونفاه الجيش الأردني لاحقا. جديد ورحب بكم مشاهدينا الكرام في حديث العراق لهذه الليلة، وأرحب بضيوفي الأستاذ مخلد حازم الخبير الأمني والأستاذ حليم سلمان الباحث في الشأن السياسي والأستاذ عباس العرداوي المحلل السياسي. حياكم الله ضيوف الأكارم، أهلا وسهلا بكم. حياكم. وأبدأ من يمك أستاذ مخلد، شنو يعني الضربات الأخيرة؟ هل دخلنا في مرحلة جديدة من مراحل الصراع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لأستاذ حليم وتحية لأخونا أستاذ العرداوي وتحية لمشاهدين قناة الأيام. يعني دعني أعطيك رؤية عسكرية يعني فيما حصل البارحة يعني في سياقات العمليات العسكرية لا نستطيع أن نقول ما حصل هي عمليات عسكرية بحتة، وإنما هو كان استعراض لميزان القوة، استعراض لنوع الطائرات، استعراض لنوع الأسلحة، استعراض لفعالية القوى الأمريكية، وهذه فيها رسائل متعددة ليس فقط للداخل العراقي، ممكن هذه الرسائل تكون لإيران، ممكن هذه الرسائل تكون لروسيا، هذه الرسائل تكون لدول الخليج، ممكن هو تسويق لنوع معين أو نوع جديد من السلاح أو نوع جديد من القذائف التي استخدمت البارحة في هذه العمليات. لأننا لا يمكن أن نذهب باتجاه عمليات عسكرية، وهذه العملية أعلن عن ساعة الصفر وأعلن عن يعني الضربات وأعلن عن كل ما في هذه العملية قبل حوالي أكثر من أسبوع، فبالتالي هي ذهبت باتجاه استهداف مواقع هي مفرغة أساسا، يعني لا يوجد فيها يعني قطعات عسكرية، لا يوجد فيها سلاح، لا يوجد فيها بطاريات صواريخ، لا يوجد فيها طائرات مسيرة، يعني هذه المناطق التي قصفت هو عبارة عن شريط يمتد لمسافة 130 كيلو. هذا الموضوع هي استخدمت قصف وفق مبدأ القصف السجادي
أي بما معنى تريد تجريف هذه المنطقة، تجريف هذه المواقع لأجل أن لا يعودوا إلى هذه المواقع ويعودوا في انفتاحهم يعني البطاريات الصواريخ أو غيرها من الأدوات الأسلحة التي تمتلكها فصائل المقاومة. بالتالي يعني هي تعلم بأنها لن تصيب أشخاصا مؤثرين في هذه العملية. ممكن أنها من خلال مركز العمليات المشترك أنها أعلمت، لكن هنالك بعض اعلمت منه اعلمت الجانب العراقي ممكن يعني ممكن، لكن اعلام عن اعلام يفرق. يعني عندما يقولوا اننا اعلمنا الجانب العراقي، ممكن ان يكون هنالك يعني اعلام اننا سوف نقوم بالرد على يعني فصائل، لكن انا لا اتوقع اعلمت بغداد بساعه الانطلاق او اعلمت بغداد بساعه الصفر لهذه العمليات. فبالتالي انا سؤال الكل يدري، يعني حتى الحكومه العراقيه تدري، انا وياك ندري، هي يعني انطلاق العمليه بهذه الطريقه داخل الاداره الامريكيه هنالك استهزاء بما حصل البارحه حقيقه. استهزاء من الجمهوريين، يعني بايدن اراد من خلال هذه العمليه اعاده ترميم وضعه السياسي قبيل الانتخابات، لكنه هو فشل فشلا ذريعا لانه الجميع يتكلم انه ذهب باتجاه استهداف مواقع هي مواقع مفرغة قد تم اعطاء الضحايا منين؟ الشهداء منين؟ هؤلاء قسم منهم يعني حسب المعلومات قسم منهم كانوا حراس لهذه المواقع، قسم منهم مدنيين يعني في مناطق حي السكك في منطقة القائم، لكن نحن نتكلم عن 85 هدف. اذا ما اردنا ان نحصي اذا كانت هذه المواقع يعني البارحة اللي ضربوها 85 هدف حسب تصريحاتهم فقط في العراق؟ العراق سوريا العراق وسوريا 85 هدف في 4 مواقع في سوريا و3 مواقع في العراق. لكن إذا ما أردنا أن نتكلم عن هذه المواقع إذا كانت مملأة بالمقاتلين فإننا سوف نتكبد خسائر كبيرة، لكن نتكلم عن 10 أو 15 يعني شهيد أو 20 جريح، هذا لا يعد في العمليات العسكرية يعني خسائر قد ألحقت بموقع عسكري أو سكنات عسكرية. تمام، بس الأمريكان لما يتحدثون عن عملية قادمة فهو معناها دائما يختمونها بقصة أنه لا نريد توسيع الحرب، لا نريد توسيع المعركة، فبالتالي إعطاء الإشارات بأننا سنبدأ العملية بهذا التوقيت وبهذه الطريقة هو لعدم توسيع الحرب. تذهب بهذا الرأي ولا لا؟ نحن نتخوف من شيء واحد. يعني أنا أيضا أذهب باتجاه يعني دائما نحن في الخطط العسكرية نعطي أسوأ الاحتمالات لأجل أن لا نصطدم بواقع قد يجعلنا لا نعرف كيف ندير الأمور. فبالتالي أنا أرى ممكن أن تكون هذه الضربة هي مشاغلة، يعني مشاغلة لأجل أنه أعطى رسالة بأنه الأمريكان هذا هو حدود استهدافهم، لن يذهبوا باتجاه. ممكن أن تكون لديهم أهداف، قد تكون هذه الأهداف شخصية، ممكن أن تكون لديهم أهداف، قد تكون هذه الأهداف مكانية، وهذه الأهداف يعني تتواجد فيها مراكز عمليات، مواقع يعني مهمة قد تؤثر، وهذا ما هو يبحث عنه بايدن وخصوصا في هذه الفترة الانتخابية. تمام. فأنا أرى أنهم من الواجب أو من يعني الحذر أن تتخذ فصائل المقاومة كل إجراءاتها يعني الاحترازية في مثل هذا كده. يعني قصدك أنه في ممكن أن تحدث استهدافات أخرى واستهدافات قد تكون نوعية، يعني أنه المباغتة في عمليات معينة كما حصل مع أحد قيادات حركة النجباء أبو تقوى، كانت هي عملية مباغتة وكان عملية استدراج وكانت عملية متابعة، لأننا يجب أن نعلم بأن الأجواء العراقية مراقبة، هنالك طائرات مسيرة هي للرصد والاستمكان، وهذه الطائرات ممكن أن تعطي معلومة في أي لحظة قد تقتنص هدف معين، وهي لديها بنك أهداف شخصية منها ومكانية منها. واضح واضح. أستاذ حليم حياك الله. حياك الله أستاذ. يعني صار لهم الأمريكان يقولون راح الرد راح الرد راح الرد وكذا وتصريحات وبايدن نفسه وقصة طويلة، لحد ما سمعنا تصريح سياسي أبدا، ما رد واحد على بايدن ولا رد واحد على البنتاغون ولا رد واحد كذا. لما صار القصف واستشهدوا المدنيين بدأت الردود والبيانات والكذا والمستعج، ما أعرف على قصة. شنو قصتنا إحنا سياسياً؟ شلون تقراها هاي؟ أنا حقيقة هو هذا بحد ذاته يعني إذا أريد نأشره هو فشل للمنظومة السياسية اللي فقدت قدرتها من معالجة هذا الموضوع. يعني إحنا نفقد بين الحين والآخر عدد من شبابنا وأبنائنا أبناء هذا الشعب العراقي، يعني نتيجة هذه الضربات المتطرفة أنا أسميها، لأنه هذه أمريكا،
هذه هي اللي تملك التكنولوجيا وتملك حتى السلاح الفتاك. وبالتالي العنصر الأمني اللي على الحدود يحرس الحدود إمكانياته بالتسليح بسيطة جدا. هاي عملية الاستهداف، يعني طبعا هي هنالك غايات وأهداف لأمريكا منها، شنو الرسالة اللي تريد تعبرها الولايات المتحدة الأمريكية. لكن نرجع، احنا نرجع الى اصل المشكلة. انت تتذكر جيدا ان السفيرة سلمت رسالة الى وزير الخارجية، ووزير الخارجية نقلها الى رئيس الحكومة. وتحدثت ايضا السفيرة الامريكية مع احد الزعماء السياسيين من الاطار بصراحة. وترى المنظومة السياسية بشكل مبكر فهمت، طبعا خصوصا بعد الضربة، ضربة التنف، فهمت جيدا ان هناك رد أمريكي قاسي سيكون. ولذلك هي يعني بشكل أو بآخر طبعا وبجهود جيدة أقنعت أو تحدثت مع الفصائل المسلحة في العراق. وكان بيان كتائب حزب الله وتخلي عن ضرب المواقع الأمريكية هو بحد ذاته خطوة إيجابية وخطوة جيدة لعدم فعلا إحراج الحكومة. الحكومة محرجة ليش؟ لأنه الأمريكان يتعاملون مع الحكومة، وبالتالي هذه المواقع اللي موجودة في العراق، الأسد، حرير، المطار إلى آخره، ترى بموافقة الحكومة العراقية. وكان هنالك خطوة يعني إيجابية بموافقة الحكومة العراقية، ولا رئيس وزراء يدري عددهم إيش قد؟ أبداً، خذها من اللي يدري بيه؟ يعلمون جيداً، بس اسمح لي أستاذ، يعلمون جيداً. وهذه المواقع العسكرية هي بموافقة الحكومة، والدليل أن بدء المفاوضات، الخطوة الأولى تتذكر المفاوضات الأخيرة صارت بين واشنطن وبين الجانب العراقي، أول الجلسات، والكل بارك هذه الجلسات، كل الطبقة السياسية بما فيها رئيس إقليم كردستان بارك هذه الخطوة. هاي الخطوة كانت شنو؟ أن العراق لديه الرغبة لإعادة انتشار، هاي المصطلحات مالتهم. البنتاغون صرح قال وينكو انسحاب؟ ماكو انسحاب. انا اربط لك لإعادة الانتشار وللعد التدريجي بانسحاب، يعني خلينا نقول اللي يسمونهم المستشارين او القوات القتالية الموجودة على الارض العراقية. والامور مشت، لكن عدم التزام بعض الاطراف داخل العراق احرج الحكومة، وهاي نتائج. شنو اللي مشت؟ نعم، شنو اللي مشى اللي تحرك؟ يعني الامريكان طلعوا ثلاثة من عندهم أربعة دكتور غادروا. استاذ حليم، ماكو هذا الكلام. انا بسألك سؤال، هل لدينا القدرة احنا هنا بدون استعمال الحوار والحل السياسي والضغط السياسي على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، اذا كانت لدى الطبقة السياسية الرغبة فعلا؟ الطبقة السياسية، انا اتحدث عن الكرد وعن السنة وعن الشيعة مجتمعا، إذا كانت لديهم الرغبة فعلا ما دام حطيت بها إذا وحطيت بها طبعاً. الكرد والسنة والشيعة، فأنا أقول لك طرفين ما يريدون الأمريكان يطلعون، والطرف الثالث بمجموعة ما يريدون الأمريكان يطلعون، فالقصة ما يريدون يطلعون. ولذلك بقاء الأمريكان هنا أنا رح يومية إحنا هنا. ولذلك كان حديث السوداني واضح، حديث الحكومة واضح جدا. هو تحدث مع الامريكان حتى في دافوس انه احنا لازم نبدي خطوات جديده، لازم نفعل اللجان المشتركه بيننا وبينكم لفهم موضوع التواجد الاجنبي داخل الاراضي العراقيه. تمام استاذ حليم، انت قلت انه قعدوا بالاجتماع وتحركت الامور، ومن اللي عطلها؟ ترى هاي ما صار لها 10 ايام. من اللي عطلها؟ شنو اللي عطلها؟ انا اقول قصدك ضربات الفصائل. شوف انا ايش اقول، اقول اي جهه لا تطيع القائد العام للقوات المسلحة ستساهم في تعطيل الحوار السياسي الدبلوماسي الأمني العسكري مع الأمريكان حتى يغادرون من الأراضي العراقية. تمام سيد عباس، أي جهة لا تطيع القائد العام للقوات المسلحة راح تزود لنا القصة والأمريكان، لأنهم ضربوا ورجعوا ضربوا، ولأنه إحنا صايرين بهذا السجال. لو ماكو ضرب للأمريكان من وجهة نظر الأستاذ حليم سلمان ممكن يطلعون، وهي مو وجهة نظر بس الأستاذ حليم، هواية من المحللين، هواية من الناس اللي نسمعهم يقول لك لو ما ينضربون كان يطلعون. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا أستاذ محمد، تحية لك ولضيوفك الكرام.
ونتقدم بالتعازي لذوي الشهداء الذين سقطوا على أرض الوطن من أبناء الأجهزة الأمنية وأبناء الحشد الشعبي ومنتسبيها ومن سكان منطقة عكاشات ومنطقة السكيك والشهداء والسلامة والعافية إن شاء الله للجرحى، أسأل الله أن يمن عليهم بتمامها. بالحقيقة قبل الإجابة على سؤالك وقبل الدخول بهذه المساجلة، أنا أسجل تحفظي على ما ذكره أستاذ مخلد، لا سيما أنه تجاهل تسمية من سقط شهيدا بالحشد الشعبي والأجهزة الحكومية، واستخدم عبارة الموجودين من الفصائل واستخدام الفصائل. من تم قتله قتلا إرهابيا ليلة أمس هم منتسبو كتيبة الدبابات والمدرعات والطبابة في الحشد الشعبي وبعض المواطنين الآمنين في منطقة السكك في عكاشات. أوقف سيد عباس. وكل لحظة صح؟ يعني ما افتهمت أنا. صح. ما أنا سمعت غير شكل. صح. ما افتهمت سؤالك سادة. لا يعني أنت تحفظك ما افتهمت على شنو؟ سيد عباس استاذ محمد خلي اكمل بعدين. لا هو تحفظي على لا انا سمعت غير شكل من استاذ مخلد. استاذ مخلد استاذ مخلد استخدم عباره الفصائل كثيرا. الفصائل تستخدم هنالك الفصائل باعتبار خبير امني يتحدث بمعلومات. تمام. من وجد هنالك وما موجود هنالك هم الحشد الشعبي فقط، ومن استهدفهم الحشد الشعبي كتيبة المدرعات وكتيبة المدفعية وفريق من الطبابة من طبابة الحشد ومواطنين آمنين من منطقة عكاشات. فبالتالي يعني لا وجود يعني فصائل. يعني ماكو فصائل هنا اطلاقا، لا يوجد فصائل. وعشرة شهداء وخمسة وعشرين جريح هم كلهم من الأجهزة الأمنية. الثاني هو تحدث عن القوة المفرطة والاستعراض القوة عفوا الذي تحدث عنه التي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، التي في الأخير تبين أنها استهدفت مخازن سلاح كاتيوشا وبعض الأجهزة الموجودة هنالك ومقرات أمنية فيها عدد من المنتسبين في منطقة مهمة جدا، هي منطقة حدودية تشكل عائق أمام عبور الإرهابيين، لا سيما نحن أمام منطقة انتقال لمجرمي داعش وعصاباتها. وتزامنت العملية مع عملية استهداف لأربع مكانات للحشد الشعبي في أماكن أخرى، تعرضات في أماكن أخرى. بالتالي هذا الموضوع هو يعني لا يعد استعراض قوة، لأن الولايات المتحدة التي تتحدث عنها والتي استعرضت ب 85 هدفا هذه نتيجة ضربتها. يعني بالأخير على قولتها هنا طلعت بوخة. فبالتالي هذا الموضوع هو محاولة يعني غير مقبولة، واستخدمت حتى عتبنا على كثير من المنصات الإعلامية أيضا استخدمتها. المفروض هيئة الإعلام والاتصال أن تراقب من قتل، هم الحشد الشعبي وأجهزة أمنية، لا ميليشيات ولا فصائل. عملية الاستهداف وعملية الاستهداف المباشر، يعني أعرج على سؤالك عفوا اللي استخلصت. بس أريد أكدها يعني اللي استشهدوا البارحه اخي البيان استاذ محمد، البيان واضح من كتيبه المدفعيه ومن كتيبه المدرعات ومن الطبابه الحشد الشعبي والطفوف ومن معهم في الجغرافيا العسكريه هنالك، والبيان موجود والاسماء موجوده ومواطنين من عندها. فانا بالتالي نقطه الحديث اللي تحدث عنها واللي استخلصتها جنابك من كلام الاخ سيد حليم المتعلقه بالابتداء بالفعل ورد الفعل، احنا حتى ما نكون لا احنا غشمه ولا الرأي العام غشيم ولا ضيوفك المحترمين أيضا غشمة. أنا أتحدث عن معركة موجودة في المنطقة، لا السوداني سبب بيها ولا الفصائل سبب بيها ولا أبناء المنطقة سبب فيها. الولايات المتحدة الأمريكية وكيانها الغاصب إسرائيل الموجود في المنطقة هو عامل مهم جدا بترويع المنطقة. نفس هذا هو أنتج لنا الكيانات الغاصبة للوطن منها البعث وعصاباته ومشاكله، ثم أنتج لنا العصابات الإرهابية الوهابية ومخرجاتها، جاء بالاحتلال ثم انتقل. اليوم احنا امام معركه كبيره في المنطقه. هذه عمليه الوقوف عند يعني بعض المزاج الوردي انه احنا نحتاج اليوم هنا نعوفه وهناك ما نعوفه. هم باليمن ما عافوها، باليمن ما عايفينها، جاي تنكف اخ الولايات المتحده الامريكيه. احنا خلينا نتحدث بمنطقيه، نقول اكو مشكله داخل البيت الابيض، داخل الولايات المتحده الامريكيه، تريد تخلص من عندها امريكا، جاي تشعر بالاهانه، بدت تعلن عن ذلك، انا راح ارد، راح اتحرك، ترامب جاي يهدد انتخابات عندهم، بايدن بحاجه الى محاوله استرجاع وضعه، لا يريد ان ادخل في مشكله توسعه الصراع. لا صحيح، هذين كل العوامل موجودات، بايدن يريد يستعيد وضعه، اسرائيل تريد توسعة الصراع، الكيان الصهيوني، كل ذلك الاشياء موجودات. بس احنا اكو نقطة جوهرية، احنا عندنا مفاوضات المفروض الان الحكومة تريد تسويها. هسه الجانب الامريكي يريد يطلع ما يريد يطلع، تمام، الحكومة تعلن صراحة بانه احنا
نريد نطلع قوات التحالف من العراق. تمام. وهاي حكومه الاطار. شنو المطلوب من عندي انا الحكومه العراقيه؟ او هذا اذا انت اثناء مفاوضاتي وانت قاعد تقصف في الامريكان فانت راح تعقد الامور علي. فهذا الحرج اللي قاعد يصير. كل قصف جرى في كتاب حزب الله وقالوا احنا نريد نطلع حرج. اوكي وياي كل قصف جرى منذ بدء هذه العمليات غزة وباعتبار أن الفترة الماضية كانت مستقرة من تنظيم مفاوضات الحكومة. يعني هي بدأت ويا تشكيل الحكومة لو من قبلها إحنا ما عندنا مشكلة الأمريكان خلال أكثر من سنتين من أيام قصف السفارة وبدأ الموضوع أخذ موضوع المناقشة الحقيقية أنه يابا جديا أنه يابا على هذه الأوضاع خلي نذهب للحوار. هو أكو قصف. أرجع وياي كل القصف 105 لو 106 عمليات القصف كل هذه هي جاءت ردود فعل. أنت تقتلي أبو تقوى قائد بالعمليات الحشد الشعبي في قلب بغداد بمسافة أقل من 400-500 متر عن أي مقر ثاني وداخل حدود وزارة الداخلية العراقية وتقول لي هاي ردود فعل من لأن تضرب بالجانب الأمريكي. وأنت ما جاي تحترم الحكومة العراقية. أنت جاي تحرج الحكومة العراقية من تقتل منتسبيها في داخلها. أنت تجي تقتل بالحلة في مركز الحلة وتقتل من الشرطة وتقتل دورة من النجدة وتقتل 3 مواطنين وتقتل 10 من الحشد الشعبي. شو تريد بعد من عندي؟ انت جاي تمارس عمليه قتل مباشره في بغداد في قلب بغداد وياهل في امان. هاي هسه احنا في داخل بغداد وطائراتهم جاي تفتر من بالرسمي جاي يقول في المنطقه الخضراء اكو تغطيه للطائرات المسيره. من في امان؟ انا اقول عمليه الاستهداف لا ليس بمنأى من عندها. بس اسمح لي بهاي. اسمح لي بس بهاي بس انا اسمح لي اقول 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 ليس بمنأى. مرفوض كل العراقيين يرفضون الهيمنه الامريكيه. اسمح لي بس بهاي. يرفضون قتل اي مواطن عراقي. هاي لازم نتفق عليه. اسمح لي بهذه اسمح لي بس هاي النقطه. احنا كل احنا متفقين انه اكو طغيان أكو سيطرة كبيرة أكو قوة كبيرة. نحن لا نسمح أبداً أي طرف في العراق أن تسقط قطرة دماء مواطن عراقي. بس اسمح لي بهاي بالحشد سواء بالجيش. ما تسمح. فهمني هذا اللي أقوله. ما تسمح أقول يعني تقول أنا ما أسمح؟ طبعاً ما نسمح. لو وزير خارجيتك اللي ما يدري بالدنيا تأخذ له رشاً. ولذلك إحنا نقول انطوا مجال. اي ما بيها تاجر كردي ميت حتى وزير داخلية خارجية يتحرك. الحكومة العراقية ان تأخذ دورها الصحيح. احسنت. من خلال الحوار من خلال القنوات الدبلوماسية السياسية الأمنية العسكرية. لك القصة تتعلق لا لا انا هذه مهمة. لا لا, لا حليم والله مهم كلام استاذ حليم مهم. ما دام وجود عمليات ارهابي مارسها الكيان في غزه فهاي الناس تقول لك احنا ذول. طبعا وحده من طلبات العراق المهمه جدا حتى ينتهي هذا الصراع وحتى الامريكان ما ينضربون لازم توقف الحرب على غزه. يوقف هذا الطغيان على غزه. استاذ محمد سؤال. استاذ محمد انه هاي التداعيات الاخيره دا يسمح لي السيد هاي التداعيات الأخيرة اللي صارت في المنطقة في الشرق الأوسط سببها الحرب الإبادة على غزة. أحسنت. نحن نفهم هذا الموضوع. تمام. وموقف الحكومة العراقية. اسمح لي استاذ محمد ملاحظة. هو من أفضل المواقف في المنطقة. تمام. لذلك إحنا من واجبنا أنا أقول من واجبنا نخبة كتل سياسية زعماء برلمان أن تدعم الحكومة خصوصا في هذا الملف. الحكومة إذا راحت قعدت ويا الأمريكان سيد عباس اعطيني مجال سعد بس هاي بس اسمح لي. إذا راحت قعدت ويا الأمريكان وظهرها فارغ ولا واحد وراها لا تظاهرات شعبية طالب بخروج الأمريكان لا أنا أطالب أن نقف مع الحكومة ولا مقاومة تقاوم الأمريكان قعدوا ويا الأمريكان. الأمريكان يقولون مش عندكم أنتم منو اللي رافضنا إحنا أصلا. هو مو المفاوض الناجح اللي يحول هاي الضربات الى ماده يستفيد من عندها. من يقعد ويا الامريكان يقول لهم يابا ترى اكو ناس وراي راح ما راح تخليكم تنامون ليلكم. هاي الحكومات الناجحه. انا اتفق. مو حكومه والله اسكت 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 خلنا نتفاوض. ليش ما قالت اسكت الحكومه؟ ما قالت دكتور؟ بالعكس الحكومه خطواتها جيده في هذا الملف. ايجابيه. انت هسه تسوي احصائيه يعني خصوصا حتى اللهجه تغيرت. يعني اليوم اول مره اسمع اول مره الحكومه تقول ان هذا التحالف الدولي الموجود في العراق قد غير
من مساره والهدف من وجوده. تمام سيد عباس، سيد عباس يعني خطوه جيده. استاذ محمد انا اقول بس سؤال واحد. ايه؟ هو امام، طبعا انا ايد كلام استاذ حليم للاخير ودقيق جدا، ونحيي موقف الحكومه الشجاع والواضح. زين موقف بالعكس، احنا جاي ندفع ضريبه حكومه والشعب، موقفنا الواضح من غزه. ما في شيء، قبل شويه تحكي على وزاره الخارجيه وتقول هذا كردي، هنا ما بها كردي جاي راح وزاره الخارجيه مو من الحكومه. لا هنا اجس هذا الموضوع قبال، هذا الموضوع هو واجهه العراق الخارجيه وزاره الخارجيه هسه كل حي الحكومه فهمني شنو القصه بالضبط. هنا اجزئ الموقف واقول انه هنالك سعي جاد من رئيس الحكومه للتحرك، وهذا السعي الجاد اجى بسبب ضربات المقاومه الحقيقيه على الارض. الحراك السياسي والدبلوماسي المختلف، انه اليوم نرى رئيس وزير الخارجيه يختلف موقفه عن قصف اربيل. يعني رئيس الوزراء اللي ما مسيطر على وزير الخارجيه لا الحكومه لا لا, لا, لا هذا هذا انت ها قلت لا 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 والله لا لا الموقف السياسي اولا 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 احنا احنا من تنتقد وزير الخارجيه اللي هو وزير بالحكومه وتمدح الحكومه وتقول الحكومه زين، فهمني شلون هذا وزير الخارجيه ما له علاقه بالحكومه مو يمهم سابقا رئيس الوزراء ما مسيطر عليه لو شنو بالضبط؟ لا لا مو هاي الخيارات الثانيه اللي تحطها. اكو خيار ثالث؟ اسمح لي استاذ محمد، هو لان انت تتحدث عن حكومه ديمقراطيه وتتحدث عن رئيس مجلس وزراء عنده وزير يخفق وعنده وزير يخرج عن تاديه واجبه وعنده وزير يتلكى وعنده وزير يذهب الى قوميته والى الى حزبه وعنده وزير نشط ويمشي بمساره. هذا مو ديمقراطيه، هذا نظام اداري. لا 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 هذا الوزير اللي يشتغل بالحكومه موظف بالحكومه، ورئيس الوزراء هو رئيس الحكومه. استاذ محمد انت اخذتنا خارج الحديث، انا اي حتى اخلص من عندها، مو خارج الحديث، جاوبني عليها. لا انا جاوبتك بس ما اعرف هذا لب الموضوع، احنا سنستدعي القائم. استاذ محمد المواقف واضحه جدا. لا احد، لا انا ولا من الاخوه الحضور ولا غير واحد، يشك بجديه السيد رئيس الوزراء باخراج القوات الامريكيه وبحمايه الدم العراقي، ونقطه راس السطر. إجراءات يتلكى وزير هنا، يتلكى سفير هنا، يبادر مستشار للحديث، يبادر للشخصية، هذا غير موضوع، ما أعتقد الموضوع المهم. الموضوع المهم اللي أقوله يجب أن نطرحه كسؤال لحتى لضيوفك، أنه اليوم من نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية وعملية ردحها من عملية عدم ردحها والسبب العراقي من عدمه، هو ياهو في منعه من اصاباتها واستهدافها من رئيس الوزراء لاي مواطن عراقي. تمام. يعني اليوم 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 مثل ما يقولون الحديث عن الخارجيه، الخارجيه سلمت مذكره احتجاج الان للقائم بالاعمال الامريكي، شو تريدون بعد من الخارجيه؟ انا ما رايد شيء، انا رايد 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 انه الاساس في ذلك يتوضح لكل المواطنين العراقيين انه عمليه القتل هي عمليات ارهابيه تقوم بها امريكا. فلا تجي تلومون فصائل والله جاي تضرب ولا تقولون هاي، انا من حقي اتسلح بوجه القتل اللي جاي مارسه. تمام. انا من حقي اتسلح بوجه. خلص معك استاذ مخلد، استاذ مخلد مداخلتك تفضل. يعني حقيقه هناك تناقضات في كلام السيد عباس. يعني احنا اليوم يوم اللي نريد امريكا نعتبرهم حلفاء، يوم اللي ما نريدهم نعتبرهم اعداء. احنا بالنسبه لنا وين التناقضات ممكن تعددهن؟ هو ده اقول لك هسه. احنا بالنسبه ان من هو، شنو التوصيف الامريكان اليوم بالبلد؟ محتلين. اذا الامريكي محتل، ليش قاده الكتل السياسيه 24 ساعه قاعدين ويا السفير؟ هذا مو سؤال علمي. لا لا هذا سؤال خبير، انت خبير علمي. سؤال علمي انت عندما خبير. تكون الدول سيد عباس اعطيني مجال، انت خبير علمي، هذا مو سؤال مجال ياخذ اعطيني مجال، هاي صفطه ياخذ اعطيني مجال، انت شنو يعني اعطيني مجال خلي اتكلم. تفضل. اي عندما تكون الدول محتله، عندما تكون الدول محتله فبالتالي الحكومات تكون عميله. هذا هو سياق الاحتلال في جميع دول العالم. اليوم احنا نتكلم اما عن دوله عميله فهي متجاريه مع المحتل، وبالتالي الشعب برمته يثور على الحكومه وعلى المحتل، وبالتالي هنالك تصبح مقاومه شرعيه كما حصلت في فيتنام، في الصومال، في جميع دول العالم. انت شو تسميها؟ وبالتالي اليوم الدوله هي من توصف الامريكان بالدوله الصديقه، بالدوله الحليفه. هي من تقول ان من هو متواجد بصفه مستشارين داخل قواعد عراقيه. انت منا تقول لي انا اشد على ايد الدوله وانا احب الدوله وانا اريد الدوله وانا جزء من تشكيل هذه الدوله؟ قصدك الحكومه، هسه الدوله احنا وياها الحكومه كلها. ومنا تقول ومنا تقول هم محتلين. اذا بما معناته اي شخص بالحكومه يجلس مع السفير الامريكي ويتعاطى معهم في استراتيجيات في اي دور فاعل فهذا هو عميل. هل انت راضي بهذه التوصيفه؟
هذا اكيد غير راضي. نحن نتكلم عن دوله منتخبه ذا سياده، دوله تقول انا بالنسبه لي عوفوني انا فاوض. بس بالمناسبه، بس بالمناسبه هواي دول بالعالم محتله وفيها حكومه. لا 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 مو محتله بها حكومه استاذ محمد. عندما تكون الدوله محتله هي من تضع، هي من تضع الحكومه، فبالتالي تكون هذه الحكومه هي عميله لها. احنا اليوم نتكلم عن دوله أسست بانتخابات وأسست من أحزاب وأسست من كتل، من كتل. تمام. إحنا نريد نتهم الدولة اليوم. إذا نتهمها إحنا الشعب كله مقاوم. شو توصف لي؟ لا اسمح لي، شو توصف لي هاي أجواءك اللي هسه أنت قاعد هنا؟ هسه إحنا قاعدين بالاستوديو ومعرضين في هذا الظروف. إحنا على طوال، شنو احتلال؟ إحنا على طوال 20 سنة ما عندنا مفاوض جسر وناجح يستطاع أن يجلس أمام الأمريكان من بعد 2011 ويقولهم احنا بلد ذا سيادة، احنا هاي اللي لنا وهاي اللي لكم. كلهم كانوا يجون خانعين يردون بس مجرد يقعدون بالحكم. والدليل كان هم يتدخلون حتى في اختيار رئيس الوزراء. ولحد هذه اللحظة احنا نتكلم واقع. هو اكو دولة بالعالم ما مدخلة بها؟ لا 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 اكو اكو من هي؟ اكو وايد دول من روسيا مدخلة بها. لا لا ماكو. لا استاذ محمد نتكلم عن الواقع العراقي. احنا نتكلم عن الواقع العراقي اللي ديروح ضحايا ديروح ابناء الشعب العراقي. كنا نرفض هذا الموضوع، لكن احنا دنشوف هنالك كيل بالكيالين. ليش ما سميها حكومه منتخبه من قبل الشعب العراقي ونظام سياسي منتخب من الشعب العراقي؟ لكن التدخلات الامريكيه واصله الى حد الاحتلال، لانه مسيطرين على اجواءك. ايش عندك في اي لحظه يقتلون ابنائك في وسط المدن كذا، مستهترين الامريكان عليك. انت عندك اتفاقيه مع الجانب الامريكي، اتفاقيه الساف. اتفاقية الساف أرجو أن تطلعون عليها. اتفاقية الساف فيها بند من البنود. هذا البند في المادة الرابعة خامسا تقول يعني لا يوجد تحديد في هذا البند أنه إذا ما تعرضت هاي القوات إلى عمل إرهابي، هم يقولون إذا ما تعرضت عن أي عمل إرهابي أنهم يتم الرد. والحكومة العراق والحكومة العراقية المفاوض العراقي. سؤال مهم جدا، أنه الأمريكان يقول لك إحنا هنا موجودين لحمايتك بطلب من الحكومة العراقية. ثانية ثلاثة متواجدين ترى، مو بس التحالف الدولي. أعرف اعرف موجودين ضمن اتفاقيه الساف 16000 واحد بالسفاره الامريكيه. موجودين ضمن حلف الناتو. موجودين ضمن التحالف الدولي. تمام بس اسمح لي هسه هم موجودين لحمايتنا. شو هاي وشمال العراق؟ هم يطابين الاتراك طالعين هذا من الدور. دور المفاوض العراقي، تعالوا انتوا اكو بند ضمن الاتفاقيه، اذا ما تعرض الامن العراقي او تم استباحه السياده العراقيه فانتوا تدخلون. احنا هذا الجانب التركي استباح ارضنا وداخل محتل، ليش ما اتخذتوا اجراءات؟ هذا الصوت العالي ما عندنا. سيد عباس نعم يلا بس رد على رد. لا لا بس انا ما عرفت التناقض. انا ما عرفت التناقض وين استاذ مخلي التناقض؟ يقول لك انت تقول حكومه احتلال بينما هي الحكومه الموجوده حاليا هي حكومه منتخبه، واذا كانت مثل ما سميها عفوا الامريكان محتلين فمعناته الحكومه عميله. لا هو لان انا ما انزل الفرضيته اللي هي اللي هي ما اعرف شلون جابها. اولا ما جاء هذا المنطق يقول هيك. لا هو منطقك هذا المنطق يقول هيك عمي. هذا منطقك اعوار. هذا اعوار. هذا منطقك اعوار. حكومه المالكيه حكومتين، وحكومه السيد الجعفري وحكومه حكومات منتخبه في زمن الاحتلال. الامريكان رادون الحكومه اللي شكلوها بزمن السيد العلاوي حلها العراقيين بارادتهم والحمد لله صار. تمام هسه ما ترجع بالتاريخ سيد عباس. فماكو شيء. هسه تقول لنا منطقك اعور، شنو المنطق المعاكس له؟ شنو هو؟ اولا الحكومه ما عندنا شك 1% انها عامله على اخراج القوات الامريكيه واخلاء سياده او الحفاظ على سياده العراق، هذا منتهي من عنده. زين هذا العمل وهذا الفعل انت ذكرت قبل قليل راح اذكرك بكلامك، هذا الفعل يحتاج الى تأييد تشريعي من سلطه المجلس النيابي. المجلس النيابي هنا لازم يجي يبدي يتفاعل بهذا الموضوع ويطلع به. اذا الاخوه الكرد والاخوه الوجود الامريكي سيد عباس، تعريف الوجود الامريكي احتلال ام دوله صديقه؟ عزيزي الولايات المتحده الامريكيه بعد استدعائها في حلف التحالف الدولي اللي ارسل اليه بحكومه السيد العبادي اجت بطلب السيد العبادي. لا المالكي. السيد العبادي قدم رساله من خلال والله المالكي. سيد عباس، سيد عباس اول ايام هجوم داعش كان السيد المالكي. المالكي هو طلب. استاذ حليم انا اعرف انه كانت كان السيد العبادي كمل اللي ارسل الطلب السيد العبادي من خلال السيد وزير الخارجيه في حين السيد العبادي سرب وثائق قبل فتره تحدث عنها وقال انه القضيه بوقت المالكي
والمالكي هو من طلب. هذه القصه هسه ما هسه احنا قصتنا المالكي لو العبادي هسه هاي القصه هي هاي انا خلي اكمل الفكره يا محمد. كمل فكرتك. ما يعني ترى ما 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 اعطيتنا وقت مناسب. كمل فكرتك. انا جاي اقول هذا اجى بطلب من الحكومه العراقيه لمهمه اسمها داعش. انجز العراقيين هذه المهمه. قدم طلبه مره مرتين ثلاثه دخلونا بمشكله تشرين ومشاكل تشرين. وقفت الحكومه ودخلت المشاكل وتعرق الموضوع الانهاء هذا الوجود. دخلنا بحكومه الكاظمي. حكومه الكاظمي حاولت تضغط على هذا الموضوع تتملص من عنده من خلال طلب قدمته بزيارتين متتاليتين للولايات المتحده الامريكيه. وصلنا الى حكومه السيد السوداني. واحد من المهام الاساسيه في برنامج الحكومي هو انهاء التحالف. لسه جولات التراخيص. جولات التراخيص عليك الان تسعى بهذا جولات التراخيص في زمن الكاظمي. بهذا التراخيص الاربعه اللي بموجبها اعطوا بهذا الموضوع. بهذا خلي استثمر وقتي وبالتالي سلموا القواعد الامريكيه. خلي استثمر وقتي لا تنسى هذا التاريخ. خل استثمر وقتي بصفتك محلل امني. خليك بالمجار الامني. هذا امني لعشان استاذ محمد حبيبي. كمل سيد عباس. العفو احنا قلنا انه وصلت لهذه المعادله. طبعا هو وقتك هو وقت استاذ حليم بس مو معروف داخله على مترد عليها صارت. انا جاي اقول الحكومه جاده بانهاء هذا الوجود من خلال البرنامج الحكومي اللي الاطار ورجال الاطار وقاده الاطار وقعوا عليه وصرحوه تشريعيا وانطوا الحكومه هذا المسار. الحكومه ذهبت في هذا المسار وشكلت لجانها وبدات تتفاعل بهذا الموضوع. واليوم بدات من خلال بياناتها الرسميه انه تقول يابا التحالف بدا ينحرف، الولايات المتحده الامريكيه بدات تخرج هذا المسار. هذا شو اسميه؟ انا هذا المزاج اللي الدبلوماسي اللي لازم دائما اراعيه. انا ما اريد امام دماء جاي تسفك على الارض. يعني اليوم امريكا عنوانها صديق، امريكا قرايبي، امريكا مرت ابوي، بالاخير الدم جاي يقتل دم عراقي. الدماء اللي جاي تجري محتاجه للتوصيف. والله استاذ مخلد ما عاجبه انا اقول احتلال لو تحالف لو يريد يربطها بصفطه والله جاي يقابلهم جاي يقابل كل المسؤولين. انا شو وقت تطلعهم بالشعارات بالهتاف؟ لا جاي اطلعهم بالردع الجاري من خلال ابطال المقاومه والقصف المباشر على قواعدها وهذه اللغه فهمها وفهمتها حكومه السيد المالكي وعلى اساسها تم اخراجهم باتفاقيه الاطار الاستراتيجي. هسه الفرصه زينه. هسه الامريكان معتدين وقاعد يعتدون يوميا. المفروض الان التحرك بشكل مختلف. نعم. صحيح؟ صحيح. شنو اللي يعطل الحكومه؟ الوضع الداخلي. الحكومه ما هسه الحكومه يعني في كل بياناتها تقول احنا بدنا نطلعهم. دكتور احنا خلينا نتحدث بالامر الواقع. احنا بلد لا نملك في الوقت الحاضر وضعنا حتى شوف حتى عنوان هذه الحكومة هي حكومة خدمات وليس حكومة أمنية. يعني الآن الحكومة ملتهية بالخدمات، ملتهية تريد تقدم بعد ما انحرمت الناس كثير من الخدمات، الاستثمار، تريد تقوي الاقتصاد، تريد تسوي إعادة هيكلة المؤسسات المالية إلى آخره. بس اسمح لي هاي السالفة مثل الجماعة أقول لك والله لا تحكي ويا الامريكان هسه ما عندنا مي بالمحافظات. اخي العزيز خليني اكمل. انا اتحدث حكومه خدمات. انا اتحدث بالسياسه. ليس لدينا القدره الان في الوقت الحاضر خلينا نقول من الناحيه العسكريه ان نتناطح مع الامريكان. هسه واضحه. وشنو اللي جابرنا نتناطح مع الامريكان؟ ليش ما احنا نقول هسه عندنا تجربه في زمن المالكي بال 2011 كان ايش قد كم مقاتل امريكي كان موجود هنا؟ 90,000. 160,000. الحكومة المالكي او شخص المالكي اصر على الانسحاب الامريكي وادت نتائج المفاوضات والحوارات الى انسحاب كامل للقوات الامريكيه وتوقيع اتفاقيه الاطار الاستراتيجي. لانه كانوا يحملون صفه محتل. اسمح لي بقرار الان الان احنا لحد الان أنا أريد يطلع لي واحد هسه بالحكومة العراقية يقول كل التواجد اللي موجود هنا هو احتلال للعراق. لا يا أخويا مو احتلال، هذول موجودين بموافقة الحكومة. إذا كان هنالك رفض، شوف رفض شعبي، رفض حكومي، رفض برلماني لهذا التواجد، هذه مهمة الحكومة. ولذلك أكرر يجب أن نعطي فرصة للحكومة للتفاهم مع الجانب الأمريكي زين. والتحالف الدولي لإعادة أساسا بالوقت الحاضر ما أخذ فرصتها. إيمو أنا هسه تحدثنا يا دكتور قلنا الحكومة بدت بأول الجلسات زين. مع واشنطن
والعسكر في العراق للتفاهم على صيغة، وهنالك إصرار. شوف شوف شوف، هنالك إصرار. الأمريكان ما لهم نية يطلعون، ما لهم نية، هذا غير موضوع. اسمح لي، هذا غير بدليل موضوع، بدليل تصريحاتهم اللي أصلا ولا واحد من عندهم آني ما يهمني، تحدث عن 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 آني ما يهمني كمواطن عراقي. أنا والله شراكة، آني شوف أنا ما يخالف، أنا ما يهمني كمواطن عراقي، أنا من يمثلني الحكومة العراقية، أنا يهمني نية الحكومة العراقية. هل نية الحكومة العراقية حسنة صحيحة أنه فعلا تريد تتفاهم ويا الأمريكان لإعادة هيكلة أو للعد التدريجي للانسحاب للقوات الأجنبية من العراق؟ إذا كانت نية الحكومة حقيقية وهي شايرة في البرنامج الحكومي موجود، زين، فإحنا يجب أن نعطي فرصة إلى الحكومة، تمام، ونكون مطيعين في هذا الجانب. شفت الاقتراح الروسي اليوم؟ الاقتراح الروسي، نعم نعم، اللي يقول للعراق وسوريا اذهبوا وقدموا شكوى في مجلس الأمن. نعم، ولأول مرة روسيا تتبنى هذا الموضوع، ومعناتها لما يقولوا لك بهذه الطريقة الروس، معناتها الروس يقول لك إحنا راح نتحرك بالموضوع، وروسيا تمتلك حق الفيتو. هو شنو اللي مانعنا ما نقدم شكوى على هذه الضربات؟ شنو شنو المانع؟ احنا دوله، أنا أسأل احنا دوله، خلي يروحون يقدمون شكوى. ليش شنو المانعهم؟ انا اقول شنو المانعهم، انا هم جاي اسال شنو المانعهم. هل العراق راح يقدم شكوى او قدم شكوى؟ لحد الان احنا ما سمعنا. لا ماكو هذا الكلام. يفترض ان نقدم شكوى على هذه الضربات. زين، يفترض ان نقدم شنو شكوى. تحليلك شنو؟ اقول لك ايران من ضربة أربيل، مو أعلن وزير الخارجية أنه راح يقدم شكوى، قال نقدم شكوى في مجلس الأمن. طبعاً هي ماكو شكوى، أنا أعتقد ماكو، هي ماكو، سئلوا للمندوب الدائم، قال لم تصلنا أي مذكرة من العراق. شنو المشكلة؟ هم يطلع وزير الخارجية يعلن يقول راح نشتكي على الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، وما يقدمها سواه. أنا ما أعرف يقدمها، لو ما يقدمها ما أدري، لكن يفترض أن نذهب للقنوات الدبلوماسية. شكوى وأن تطلب الشكوى انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن للنظر. هذا اقتراح روسيا، مو هاي أقول لك، هذا حتى إذا روسيا اقترحت، شو راح تسوي روسيا؟ شو راح تسوي؟ يعني قدمنا شكوى إحنا، روسيا شو راح تسوي؟ روسيا يعني حقيقة هي تلعب على ألف حبل، وهي حليفة للولايات المتحدة، وهو في مناطق نفوذ قسميها بينها وبين أمريكا في سوريا. هذه يعني هي تدفع المنطقة إلى صراع، إحنا راح ندفع ثمنه حقيقة. وإحنا في غض النظر، إحنا عشنا صراعات داعش والقاعدة والتوحيد والجهاد وغيرها وغيرها وغيرها، إحنا اليوم ما عندنا هاي القابلية لأن ندخل في صراع ثاني مع دولة كبرى مثل أمريكا. يعني نتكلم واقعا إحنا. تمام تمام سيد عباس، سيد عباس. نعم استاذ محمد، تسمعني؟ اسمعك. ماكو قدره للعراق على ان يدخل في صراع مع الولايات المتحده الامريكيه. هاي محاوله تجبين الشعب العراق وتدجينه. محاوله شنو؟ تجبين الشعب العراق وتدجينه لليمن. اليمن اليوم تواجه الولايات المتحده الامريكيه وتغلق البحار امامها. والعراقيين لهم تجربه مع الولايات المتحده الامريكيه في 2011. في 2011. اسمع استاذ محمد، اسمع احنا فدر روح لليمن استاذ محمد. خلي والله الشعب، والله الشعب العربي كله يروح. استاذ محمد سوي الحلقه لك وخلنا نجي نسولف وياك. يلا يلا كمل، مو قاعد ايدك هسه انا على ماي غير قاعد ايدك، خصوصا اليمن ايدك. اي اي ايدني، بس خليني اكمل فكرتي. اقول احنا اصحاب تجربه، انت مو سولف على شيء ممكن يصير او ما يصير. احنا اصحاب تجربه وضيوفك ما يقدرون ينكرون هذا الموضوع. 2011 تفاوضت الحكومه العراقيه السيد المالكي بعد عشرات الضربات ل 150 الف جندي امريكي بمليون اليه موجوده، وطلب هدنه ثلاثه اشهر، انتهت هي ب 31/12/2011، 1/1 كان هو 31 يوم السياده، ثلاث اشهر فقط حتى تنسحب العجلات الامريكيه باعتبار انه مليون وجزء من عندها تم بيعه وتم اسقاطه للحكومه العراقيه، وخرجت الولايات المتحده الامريكيه. امريكا ما تعرف غير القوه في المنطقه. زين، منو اللي يريد يجبن؟ منو اللي يريد يجبن؟ الذي يدعي اننا غير قادرين على مواجهه امريكا. امريكا لو شجاعه البارحه ما تضرب بالقاذفات من خارج المحيط، لو شجاعه تجي توقف هنا بأرض العراق. أمريكا الولايات المتحدة هذه الهالة اللي يتحدثون عنها يومية تنصفع من الأخوة اليمنيين في باب المندب والبحر الأحمر.
هذا هذا حقيقه صارت على وضع امريكا مو 2023 مثل 1990ات و20 و نهايه القرن العشرين ومحاوله الرسول. الولايات المتحده الامريكيه تصفع من قبل روسيا، تصفع من قبل ايران، تصفع من قبل المقاومه، جاي تنضرب هسه، جاي تنضرب الان قواعدها. نعم اكو ردود فعل، انضربت بالتنف، انضربت بغير مكان، اكو ردود فعل، لكن هذه الحقيقه شو تريد تحتلنا بعد الولايات المتحده الامريكيه من تديش المره؟ جاي تضرب، تجي تستشهد شباب وتنقتل، ما حد قابل بهذا الموضوع. لكن بالمقابل شنو نسوي؟ نخنع الولايات المتحده الامريكيه، يجي لك كل الاقتصاد اللي تهدد على الامريكي، اللي تهدد الحكومه العراقيه بقطع الدولار، تهدد الحكومه العراقيه في موضوع التزويد بالقرار الدولي ومساعدته. ليش روسيا تحاول اليوم الوقوف الى جانب العراق؟ باعتبار الموقف الدولي دائما يضعف من قبل الجانب العراقي وجانب الامريكي يحاول تضعيفه. التفكك الداخلي اللي تحدثت عنه جنابك اليوم، الموقف الكردي السني تراجع اللي ماله امام هذه الصيحات، شفنا احنا على تاجر خبصه الدنيا، لكن على شباب جاي يستشهدون على الحدود ودماء طاهره ما حد جاي يتحدث عنها. هذا الموقف الداخلي وتفككاته ومشاكل اللي جاي تجري. الولايات المتحده الامريكيه يا اخي ما نذهب احنا محاوله انه امريكا وامريكا وبس، موجوده وتقتل، لكن بالمقابل جاي تردع، تمام، جاي تصفع. خلصت؟ اسالك لو لا؟ اسال. لا بعد ما اسالك، خل شو اسمه، راح اسالك حلقه وحدك وانا اطلع كل شيء ماكو لا حملات شيء. اذا تحسبون هسه تطلع الحلقه كلها سيد عباس خويا المقاومه ما تريد انطيتوني. لا لا بس انت المظلوم سيد خويا سيد مخلد، ترى ذول المقاومين ما يريدون يحتلون امريكا، ذول يريدون يطلعون امريكا من بلدهم. الامريكان عبروا مئات ما الاف الكيلومترات واجوا لهنا، مو احنا رايحين لهم هناك قاعدين يمهم وقاعد نقاومهم. محمد ماكو شريف بالعالم يقبل بان يكون بلده محتل. اذا شلون؟ والله العظيم انا دوختوني. اذا تقولون ما اريد محتل، بس اسمح لي تقولون ما اريد محتل. مو سيد عباس اعترف. مو محتلين. خليني اكمل سؤالي. الحكومه اللي تقول مو محتل. هذا اللي يضرب اخوك في بغداد. مو محتل سؤال. هذا جيرانك انت، جيران جنب بيتك. انا نؤمن استاذ محمد، الله يخليك، احنا مواطنين. احنا الحكومة نؤمن بها، هي المدافعة والساندة للمواطن العراقي عن السيادة وعن الارض وعن العرض وعن كل شيء. لو لا الحكومة دا تقول هذا مو محتل، زين انا اجي اقول كمواطن اقول لا هذا محتل، زين يعني انا الحكومة باكر تاخذني تكلبشني مثل ما اخذوا جماعة التيار الصدري كمقاومين في 2004 و5 و6 ذبوهم بالتوقيف لحد الان لانهم كانوا مقاومين. فاليوم شو تريدني انا؟ أنا اليوم ترى أكو موضوع خطير جداً. شنو؟ أخاف بال 2014 يعني انهزينا والبلد نصه احتل من قبل داعش. هاليوم بال 23 بال 24 أخاف ننهز بس بطريقة ثانية مو طريقة عسكرية. ولا واحد يهزني ولا أبوه يهزني. الطريقة الاقتصادية إذا أمريكا خلتنا براسها بالموضوع الاقتصادي. بطل هاي الرسائل. دولار ما يدخل للعراق. بطل هاي الرسائل. من يعطيك راتب؟ بطل هاي الرسائل. بطل هاي الرسائل، عيشوا بكرامة. بطل هاي الرسائل السلبية. شنو الحكي؟ بطل هاي الرسائل السلبية. بطل هاي الرسائل السلبية. لا لا لا. مال فاق دعمونه غيره. إذا ما تستلم راتب بدارتك ثاني يوم تبطل. لا ما بطل. لا هذا ما بطل. الحشد وابطال الحشد استجابوا لفتوى وراحوا قاتلوا وحموا الشعب العراقي. تمام. الانسان عايش لكرامته. انا اشكرك. ما عايش لراتبه، عايش لكرامته، عيش بكرامه. وقت انتهى، شكرا سيد عباس العبداوي. عيش بكرامه. شكرا سيد مخلد. شكرا. شكرا. ما تريد تعيش بكرامه؟ عيش بكرامه يا والله حرام عليك. شكرا استاذ مخلد، شكرا استاذ حليم سلمان، اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.